للمستهلك وحده الى ذكر رفقة الدكتور بعزال خراتي رئيس الجامعة المغربية لحماية وتوجيه المستهلك. دكتور صباح الخير. صباح النور. نعم شكرا على كل هذا المعلومات اللي كتفيدنا بها في الحقيقة. لا شكرا على واجب. وكناخذ من وقتك واجب. شكرا لك. إذا دائما مستمرين حول الدخول المدرسي وخصوصا الأدوات المدرسية. يوم أمس تكلمنا على الأقلام وحضرتينا مجموعة من العلامات اللي نقدروا نلقاوها، قلنا لقينا ممثلات فيه 7 و3 و6، ياك هذوما الأرقام. هذوما الأرقام ديال البلاستيك الخطير. البلاستيك الخطير، نعم، غير التذكير فقط خصوصا الناس اللي عاد التحقوا بالمسامع ديالهم اللحظه او اول مره كيسمعوا البرنامج. اذا دائما قلنا مستمرين حول الادوات المدرسيه وكيفاش نحميو هذا المستهلك والاجراءات اللي كتاخذوها في هذا الاطار. دكتور تكلمنا والبارح تكلمنا اكيد على اللصاق وشفنا الخطوره ديالو، يوم امس تكلمنا على الاقلام والمواد البلاستيكيه ككل اللي هي خطيره، فاليوم شنو غادي نتكلموا عليه ان شاء الله؟ مازال الكتب ومازال الطباشير ومازال بزاف ديال الامور اللي كيستعملها الطفل في المدرسه. فعلا بزاف ديال الحوايج، بزاف ديال الادوات المدرسيه اللي الاباء كيظنوا بان ليس هناك خطوره للابناء ديالهم. نعم. وبالتالي عند الاقتناء ملي كيبغي يمشي يشري ما كيردش البال لا الجوده ولا الخطوره ديال المنتوج المعروض له، تيشوف الا الثمن. نعم. وبان الاثمنه تتعرفوا بان هذه الاثمنه حره كما شرح البارح بان حسب القانون 0699. نعم. فاللي كيبقى هو الاشهار ديال الاثمنه بان لا بدا المكتبه اللي كيبيع الكتب المواد المدرسيه لا بدا خصو غير اما يدير القائمه ديال الاثمنه ولا كل النوع يدير فيه يلصق فيه الثمن ديالو. نعم. هذا هو اللي ما هو الجميع. نعم. اذا تيبقى الاختيار ديال الاباء في الجوده وكذلك في تجنب الخطوره، وهو بالطبع بان هناك اليات دايرها من الحكومه عند استيراد هذه المواد للمراقبه، ولكن مع الاسف تنعرفوا بان الكميه كبيره والمنافذ كثيره. نعم. وبالطبع يوجد السوق ادوات مدرسيه لم تخضع لاي مراقبه. وهي الادوات اللي تلقاوها معروضه في الازقه. تلقاوها في الاسواق الاسبوعيه. نعم. وتلقاوها عند بعض الباعه عند بعض المكتبات، لهذا الانسان ملي يقتني لابد يطلب الفاكتوره ديالو. لان ضروري بان اذا حصل فعليه بان لجوء الى اما الجمعيه حمايه المستهلك اما السلطات المعنيه. نعم. وخاصه اللي كياخد الادوات المدرسيه بان السلطات المعنيه وهي وزاره التجاره والصناعه. بان هي المسؤوله قانونيا على مراقبه سلامه هاد الادوات المدرسيه التي تباع في الاسواق المغربيه بطريقه عشوائيه. بطريقه عشوائيه ولا غير عشوائيه، بان ملي تدخل المغرب فتولي تحت المسؤوليه المراقبه من ناحيه السلامه الصحيه. بالفعل. ودائما حنا في الجامعه المغربيه حقوق المستهلك تنحاول نقول للمستهلك بان راه عاد رخصو خلي رخصو. اكيد هذا المثل الشائع المغربي اللي عطى الدلاله ديالو ولكل يوم، بان الانسان ملي كيمشي تشطر تيشري هذه المرات كيقول لك بان الشطيري كيتغدى جوج مرات في السوق. ايه نعم. بالطبع بان اللهم نحاول نشري الادوات المدرسيه ذات جوده عاليه ولو التكلفه شويه طالعه. وبالطبع ولئن المده ديال الصلاحيه غدوم. فبالطبع بان ذكرتي بان الماده البلاستيك وهذه لا بد من التذكير. فبان ذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين، بان البلاستيك ملي يشريو الادوات المواد الادوات المدرسيه من البلاستيك خصنا نقلبوا على واحد تريونغل واحد المثلث بالداخل ديالو واحد الرقم. ولا لقينا 7 و6 و3 خاصنا نجنبوا. اما 7 اما 3 نجنبوا هاد المواد. نعم. راه حتى في المحفظات ديال البلاستيك ملي تلقاو المحفظات البلاستيك راه تلقاو فيها هذا المثلث. اي منتوج ديال البلاستيك تلقاو فيه هذا المثلث وغالبا تيكون تحت بحال في القنينات ديال البلاستيك الى اخره، دائما تيكون في الطرف الاسفل من اما من القلم اما من الستيلو اما من المحفظه الى اخره. نعم. فعلى المستهلك اولا ملي يمشي للسوق يبغي يشري لوليداته ما يمشيش اول مكتبه اللي مفتوحه، يدير واحد الدوره السوق، يعرف الاثمنه،
يشوف الجوده ديالها سميتو وله الاختيار، بان الاختيار دائما ترجع ليه هو. فنعرفوا بان الله يكون في العون بان تيكونوا الاباء مزيرين، وخاصه اللي عنده ثلاثه الدراري فتكون التكلفه باهظه، تكون التكلفه باهظه وتزيد عليه وجات مع العيد الكبير، الله يكون في العون الجميع. فبالطبع كذلك هناك بعض الادوات اللي خصنا نحضروا منها. فمثلا بحال لي كومبا. نعم. لي كومبا بان دائما الكومبا خصنا نشريو الكومبا اللي عندها الوسائل الوقائيه، بان تكون ديك البراع عندهم والاطفال ملي كيكونوا تيلعبوا بعضياتهم يقدر واحد يقيس واحد في العين ديالو. نعم. كذلك بان الادوات اللي اللي تكون مركبه. وبالطبع لان الطفل من تيكون صغير يقدر يدير فم وتدخل له ديك الوحده من الوحدات ديال الادوات المدرسيه للفم ديالو. كذلك بان وهنا غالبا الوجره الطبليه اللي كنشريو للطفل ديالنا. دائما تاكدوا من الصدف ونعاودو نخيطوهم نسدوهم مزيان. نعم. الصدف ديال الوجره، بان الطفل كيدير الصدف عاده في الفم ديالو، ولا ما كانتش مخيطه مزيان بان تدخل له الفم ديالو وتدير له تقدر بان تدير له واحد التنفس ديالو الخنق ديالو يقدر يفقد فيها الحياه. فلان تعرفوا بان كل هو مصنوع بالزربه وذا جوده رديئه، لان ما تتكونش اتقان في العمل، وبالتالي تيكون تيدير خطوره على المستهلك الصغير. لهذا بان الطفل الصغير بان تتحملوا المسؤوليه ديالو، وبالتالي اي حاجه شريناها له نبدا بان خصنا نراقبوها ونشوفوا الجوده ديالها. طبيعي. لقينا الجوده تكون عاليه ولا غنديروا الثمن والا تنحموا الصحه ديال الوليدات ديالنا. من طبيعه الحال، خصوصا كما قلتي تا البركار الا كان ما مشريش يكون كما قلنا الثمن ديالو رخيص راه كيكون ماشي مزيان، يعني يقدر يعمي به الصديق ديالو او الى غير ذلك. انتبهوا لهاد المسائل هذه، والاباء ياخذوا الاحتياطات اللازمه، وكما قلتي عند رخصو تخلي نصو، يعني نعم يعني خاصنا ناخذوا الاحتياطات اللازمه في هذا الدخول المدرسي. كنشكرك دكتور بعزه الخراطي على كل المعلومات اللي كتقدمنا، ومازال ان شاء الله مستمرين بالادوات المدرسيه غنتكلموا عليها حتى الاسبوع القادم ان شاء الله. شكرا لك وشكرا لكل متتابعينا الاوفياء، كنتم مع فقره استهلك وحدي راسك رفقه الدكتور بعزه الخراطي.